تم الورود منهم إلى جانب الوزير بيير بوعاصي. نعم وزير، يمكن أنت بتعرف أكثر حدا عن صرختهم، شو بتقلنا اليوم وهل مزبوط لازم ترتفع موازنة؟ بتعرف ليه أنا أكثر حدا بيعرف عن صرختهم؟ مش لأني كنت وزير شؤون الاجتماعية سابق وبس، بعرف أكثر شيء عن صرختهم لأني بعرف أكثر شيء عن ضحكتهم، بعرف فرح الحياة الموجود عند الأولاد وقديش كلهم أمل بحياة أفضل، بس بدهم بس مؤسسات الرعاية تقدر تأمن لهم الرعاية اللازمة العلمية والتدريبية تقدروا يستمروا بالحياة. هيدا له كلفة، يا الدولة بدها تعمله يا بدها تعمله بالشراكة مع مؤسسات رعاية، وأنا هيدا كان خياري من الأساس لأنه هن اللي بيعرفوا يعملوه. بدهم منا السياسات العامة والدعم، مش بس المالي، السياسي والمعنوي والمالي. للأسف الدعم القائم اليوم موجود بدون شك، بس غير كافي، بتاتا غير كافي. الارقام قد ايه بدنا نحكي؟ نحن بحاجه لاضافه 35 مليار ليره اجباري، يعني ما عندنا خيار لما نطلع سعر الكلفه من 2011 لل 2012 مش لل 2019، وبالمقابل بدنا انتظام بالدفع، ما ينطروا سنتين وسنتين ونص ليقبضوا مستحقاتهم، بالمقابل بدنا نزيد لهم كمان الاعتمادات لانه كل سنه عندنا احتياجات خاصه جديده من الاوتيزم لكل اشكال الاعاقه والاحتياجات الخاصه، فاذا ما عملنا هيدي صراحه انا بسأل حالي شو بنكون عم نعمل كدولة؟ يعني إذا دولة ما عندها سياسة اجتماعية، أمر الله ما عندنا سياسة اقتصادية، بس الأهم بكتير من السياسة الاقتصادية هي السياسة الاجتماعية. إذا ما عندنا لهي ولهي ولهي عمليا نحن شو بنعمل؟ وفعلا برجع للمرة الألف بطلق الصرخة إنه نأمن هال 35 مليار تهالولاد وهالصبايا وهالشباب يقدروا يستمروا بالحياة مثل ما هن بليق فيهم، مثل ما هن بيستحقوا هذا حقهم. شكرا عليك. نعم نعم. يعني لا تزال النقطة هنا تجذب أنظار